بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مع النموذج الثالث الاسترشادي لاختبار متعدد التخصصات الصف الرابع الابتدائي جزء الدراسات. السؤال الأول بيقول لي: يحد مصر من جهة الجنوب، ليبيا، البحر المتوسط، السودان، البحر الأحمر. الجنوب، لما نبص على الخريطة نلاقي في جنوب مصر اللي بعد الدولة اللي جنب اللي جنوب مصر على طول ايه؟ السودان. السؤال الثاني: يقع أقصى جنوب غرب مصر جبل سانت كاترين، العوينات، علبة، البحر الأحمر. يقع ايه؟ العوينات، جبل العوينات. طيب، مدينة بناها الملك مينا واتخذها عاصمة للبلاد، مدينة ايه؟ من نفر، اون، طيبة، نخب. هي مدينة من نفر. شعور السؤال الرابع: شعور الإنسان المصري القديم بالتزامه تجاه زراعته يعد تعاون، مسؤولية، استقرار، تكافل. طبعا الإنسان لما يلتزم تجاه وظيفته أو زراعته أو مهنته أو عمله بيبقى إنسان مسؤول، هنا نختار مسؤولية. وده كان النموذج الثالث للدراسات الصف الرابع الابتدائي، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق غدا، ودمتم بخير.